يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقوم هذه الأيام بصيام الست من شوال رغبة في الأجر والثواب، واتفقنا مع بعض الجيران وجماعة المسجد على الإفطار في المسجد لأجل حث الباقين على الصيام وتعويدهم على الخير والترغيب في فعل الأعمال الصالحة، فما حكم عملنا هذا؟ أما صيامكم الست فهو سنة، وأما إفطاركم الجماعي فهو بدعة، فعليكم أن تتركوا هذه البدعة، لأنها يمكن تتطور في المستقبل والناس يطورون البدع ويفرحون بها أكثر من السنة. صوموا الست والحمد لله، وافطروا ببيوتكم، ولا جاك واحد يبي يفطر معك الله يحيي. أما أنكم تجتمعون تقول علشان نحث الناس، لا تحثون الناس، ما هو هذا واجب، هذا سنة، من أراد الأجر يصوم ومن لا يريد يفطر، الحمد لله. نعم.